من أكثر الهواتف اللي أخذت سمعة وشهرة عن سرعتها هي هاتف الون بلس 7 برو لعام 2019. اليوم راح أحطه بتحدي قوي جدا بتجربة من التطبيقات الثقيلة والألعاب الثقيلة مع هاتف السامسونج نوت 10 بلس وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو راح نتحدث فيه عن التحدي بين هاتفين، تحدي سرعة حصرا عن الهاتفين النوت 10 بلس والون بلس 7 برو، تقريبا أشهر هواتف عنا ل 2019، أو أحكي القسم الأخير من 2019، نهاية 2019 استمروا معنا للأسف يعني بعدم وجود الميت 30 برو، ما في عنا شيء نتحدث عنه من ناحية هواوي. فهي الهواتف الموجودة حاليا، اللي بيعرفني وتابعني من فترة بيعرف انه انا التحدي اللي بعمله بحط كلا الهاتفين جنب بعضهم، بفتح تطبيقين بنفس الوقت. التعليقات اللي راح تيجي كالتالي، اللي بيكتب لي انه مثلا بتضغط على تطبيق قبل تطبيق، ايدك هون اسرع من هون، انت ربحت السامسونج، ربحت الون بلس، رجاء فورا بلوك، يعني مو راح احذف التعليق ولا راح ارد عليه، بلوك فورا، لهيك ريح راسك لا تحط لي هالتعليقات هاي. يعني الان الهاتفين بنفس الوضعيات، بنفس الظروف، على نفس الشبكة، كلهم متشابهين، كلا الهاتفين بس يشغلوا اللعبة بيشغلوا الجيمينج مود مباشرة كلا الهاتفين، فلهيك بيكون البرفورمانس شوي عالي فيهم لما يفتحوا الألعاب. وننتقل مباشرة للمقارنة، خلينا نبدأ مباشرة مع أول لعبة واللي هي Call of Duty، كلنا نعرفها تعتبر من الألعاب ثقيلة. وعم نلاحظ في تشابه بالسرعة، يعني كل الهاتفين تقريبا بنفس السرعة، في دخول أسرع للواجهة الأولى بالون بلس بشيء بسيط جدا. خلينا نحط كونفيرم مع بعض، ما في عنا أي فرق تقريبا، الفرق أنا ملاحظه مو كثير كبير، لكن بيروح للون بلس 7 برو بشيء خفيف جدا. الدخول الأخير كان للنوت 10 بلس. الآن بالنسبة للعبة الثانية هي اسمها Crash of Cars. تقريبا أيضا النوت 10 شغلها بسرعة بسيطة قبل الون بلس 7 برو. اللعبة اللي بعدها هي لعبة خفيفة كثير اسمها فلات زومبي، خلينا نشغلها. ما في أي فرق تقريبا بين الجهازين. طبعا لا تنسوا أصدقائي كل التطبيقات مفتوحة بالخلفية. اللعبة اللي بعدها تعتبر من الألعاب المتوسطة اللي هي اسمها تانكس ألوت، خلينا نشغلها ونشوف شو بصير. ايضا كلا الهاتفين يعني شغلوها بنفس السرعه، فرق بسيط جدا للون للنوت 10 بلس. اللي بعدها لعبه بي اي اس 2020 اللي هي لعبه كره القدم، تعتبر من الالعاب الثقيله، ونشغل الهاتفين مع بعض. ايضا تقريبا الجهازين بنفس السرعه عم بيشغلوا. واضح ان اللعبه ثقيله في تفوق للون بلس 7 برو. الان رح ننتقل لتشغيل تطبيق الجوجل ايرث للتطبيقات الثقيله، لكن مبدئيا خلينا نفعل الموقع، خدمه الموقع الجي بي اس ونشغل. في تفوق للنوت 10. انا اصدقائي خلينا ننتقل شوي للتطبيقات، نرجع نطفي الجي بي اس ونتاكد بكلا الهاتفين
موجودة بعدها كل التطبيقات، موجودة هنا كل التطبيقات. خلينا ننتقل للتطبيقات الأساسية اللي جميعنا نستخدمها. بداية نفتح الفيسبوك على كل الهاتفين، في أي فرق؟ تقريبا في تفوق بسيط بتحميل الستوري بالنسبة لل One Plus 7 Pro. نروح على الانستغرام، فرق بسيط لصالح النوت لل One Plus 7 Pro. الآن على اليوتيوب أيضا فرق بسيط لل One Plus 7 Pro. بعدها نروح تطبيق الجوجل كروم، ما في أي فرق، كل الهاتفين تقريبا شغلوا مع بعض. نفتح تطبيق الكاميرا، ما في تقريبا فرق بسيط، بس يمكن لأن النوت 10 محطوط على الكاميرا الأمامية بين هو أسرع، فرق بسيط جدا. مكالمات نوت 10 بلس أسرع شوي. مسجات نفس الشيء تقريبا. أصدقائي مثل ما شايفين كل الهاتفين عم بيشغلوا بأداء سريع، أداء جيد، ما فيها الفروقات. ما لاحظنا أكيد في فروقات كونه كل الهاتفين يعني بأحدث المعالجات، عنا هون الإكسينوس، عنا هون سناب دراجون 855. شفنا أداء جميل من كل الهاتفين. أنا شخصيا صعب الاختيار بين الهاتفين من ناحية السرعة، على التجربة الطويلة كل هاتفين أعطاني أداء كثير جيد، ما في عندي أي مشاكل. طبعا إذا حدا بيحكي لي إن هون في عندك كان تنبيه من البداية، هو الواتساب هو مو تنبيه ولا شيء، بس أنا لأنه ماسح الواتساب هون بس معطيني تنبيه إنه تم مسح الواتساب أو بحتاج لتفعيل، حتى لو دخلت عليه وحاط لي تشيك فور نيو مسج، لكن ما في شيء، فما حدا يصير يقول لي شغال بالخلفية، ما في أي شيء. شفنا كيف التطبيقات كلها ممسوحة. هذا أصدقائي كل شيء كنت حاب أتحدث عنه بالنسبة لكلا الهاتفين موجودين معنا هون. أصدقائي بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. لاحظنا بالهاتفين، وأكيد أنتم بتقرروا بالنهاية أي هاتف بيناسبك، لاحظنا بالهاتفين يعني سرعة كثير متشابهة. الآن في عنا شيء مختلف راح يكون هو بتجربة الهاتف، يعني بعد ما تدخل على اللعبة شو بتشعر أثناء اللعب، شو بتحس، أنه المسك الأسهل، أنه وين أنت يعني حبيت الشغل أكثر، على التطبيقات، على الهي. فهي كلها الأمور راح تخصص لها فيديوهات ثانية، ما راح تكون بهذا الفيديو، لأن الفيديو القادم راح يكون هو مقارنة شاملة بين الهاتفين، كيف أنت تختار إذا نزلت على السوق بدك تشتري هذول الهاتفين أنه أفضل بالنسبة لك. بعرف أنه التي نزل من الون بلس، لكن ليش عم أتحدث عن الون بلس؟ أولا لأنه موجود عندي. اثنين، التي يعني ما شفت فيها التحديث العالي، وفقط عبارة عن دفع فلوس زيادة. هون الآن صار سعره مقبول مقارنة مع قبل. طبعا أكيد موضوع السعر بالنسبة لسامسونج شيء ثاني بنحكي فيه بفيديو آخر. هذا كل شيء كان اليوم أصدقائي. اكتب لي إذا حاب نحكي عن مقارنات أكثر من ناحية الهاتفين، أي أفكار ببالكم، أي أسئلة، أي شيء اكتبوا ليها بصندوق التعليقات. بس هذا كل شيء كان اليوم، كما قمنا من قناة سكند ستيك، لا تنسى باستمرار تدعمنا بالاشتراك بالقناة من هاي الدائرة وتشاهد فيديوهات من هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.